مساء الخير أحبتي، مساء الخير والنور والسرور في هذا اللايف الغير المرتقب. غير إنما كنت بغيت نتناقش معكم مجموعة من المواضيع كيفون لاكتواليتي هاد اليامات هادي في السوشيال ميديا، وموضوع أساسي كذلك اليوم بغيت نهضر عليه انطلاقا من مجموعة الرسائل اللي كتوصلني فيما يخص واحد المرض اللي هو مرض الاكتئاب، وفيما يخص كذلك الكيفية ديال العلاج ديالو في هذا الميدان. نتسنى على أن الإخوان يلتحقوا بنا باش نبدأ بالموضوع الأساسي اللي هو المواضيع اللي قلت لكم ولات عندنا شائعة فيما يخص المواقع الاجتماعية أو لا لي ريزو سوسيو، اللي ولينا كنشوفوا فيها ما هب ودب وأصبحت بمثابة جوطية بلا دلال. يعني على أنه لو عندنا يا عباد الله كتبيع وكتشري وكتهلل وكتغوت وكتخلي ما تخرج، وليني ما عندناش الدلال اللي كيمكن له يقدمنا هذه الجوطية هذه، لأن ولا كل من هب ودب وشرى تليفون فيه الكاميرا ودار واحد الروشارج فيه 20 درهم، ولينا كيطلع اللايف وكيتسمى بأنه مؤثر أو لمؤثرة، ولا كيتسمى على أنه إنسان كيهضر ومشهور الى غير ذلك من هذه المسائل. هذه غادي نرجع لهذا الموضوع لان هذه نقطه اللي هي حزت كثيرا في نفسي، لانني شفت واحد الانترفيو وفكرني في كلام اللي كنت ترتو هذه دابا 11 عام في 2010 اول مره منين درنا الاون على البرنامج ديالي في الراديو اللي كان برنامج ديال لي بونتين، واللي كان بمثابه بركان ثائر على ما يخص الجنسانية ديال الإنسان أو الجنسانية ديال الإنسان المغربي. بكل افتخار وبكل تواضع كيف ما بكل سرور وفرحة كان لي الشرف على أنني نكون أول مواطن مغربي أنه فتح قناة حرة للتكلم على الجنسانية ديال الإنسان، والتكلم على جنسانية الإنسان أو التكلم على التربية الجنسية للإنسان أو التربية الجنسية للناس أو لا السكسواليتي ديال الناس لم يكن من باب الفضول أو كان من باب على أنك tu atteins à la débauche أو لك تقيس الناس اللي هما عايشين في وسط المجتمع أو تير الرغبات ديالهم أو لا تفشي الفحشاء والمنكر داخل المجتمع. إنما الهدف الأساسي والأول اللي كان من هذا البرنامج هذا اللي كان كيدوز كل حد بالليل من 10 حتى 12 الليل، لحقاش كانوا عاطينا ترونش اوغيغ الاخرى باش كنتسماو باننا ما كيسمعنا حتى شي واحد وباش ما نديروش مجموعه ديال الفوضى، هي معرفه الجنسانيه ديال الانسان، معرفة الجسم الجنسي ديال الإنسان، ومعرفة كذلك ما معنى الجنس فيما يخص أو في مفهومه الطبي وفي مفهومه الاجتماعي. وكان هذا هو الهدف الأساسي ديال 2010 اللي برحت فيه على أنني نعرف أولا شنو هو الجسم ديال الإنسان فيما يخص جنسانيته، ومن بعد عاد يمكن لي نتكلم على تربية جنسية. فات السنين وفات الشهور وتبعت جلالة بالنافخ بحال كان نطبر في الهوتة، إنما هذا ما كيعنيش على أن الحالة كانت عامة، إنما كانت الحالة شوية أكثر من الخاصة، لأن كاين الناس تبارك الله عليهم اللي استفدوا من هذه البرامج هذه، وهم جايين لحد الآن تيقولوا لي استفدنا بزاف ديال الحوايج اللي كنا كنستمعوا ليك وكتقول لينا فيما يخص الجنسانية ديالنا وكيفاش نعرفوا لو كور ديالنا وكيفاش نعرفوا شنو هي الشهوات ديالنا وكيفاش نعرفوا شنو هو التوجه الجنسي أو لا شنو هو الفانتازم الجنسي أو لا شنو هي لوريونتاسيون سيكسويل ديالنا. إنما كان شوية من الخاص اللي مازال كيطبلوا في الهوتة، خاصة فيما يخص هذا الجيل اللي طالع اليوم اللي هو الجيل ديال الفركح والمنكح والوسخ والخنز والطلاويط وريحة القرقارات، هو اللي ولينا عايشين فيه، لأنني أصبت بحرقة ذاتية منين كنشوف سبق صحفي أو لك نشوف حوار صحفي اللي كيتسائل فيه أو لك تسائل فيه إنسانة كتصور واحد الإنسان واش دخلتي بمراتك واش نعستي معها بطريقة اللي هي عادية أو لا. والغريب في الأمر أو لا ما هو محزن في الأمر هي أن الزوجة ديالو جلسة حداه وتهي كتجاوب على خصوصيتها وتتجاوب لا راه دخل بيا وكان راجل وكان مزيان وما كان عنده حتى شي إشكال، وخا كان هذا السيد هذا اللي هو كان تيهضر لكم بأنه عنده علاقات جنسية مع الرجال، إنما راه دخل بيا وفعل بيا وترك بيا لا لا كان عادي، وكيزيدوا يحكروا ويزيدوا يسألوا واش خرجتي السروال ولا ما خرجتيش السروال وفعلتي وتركتي. هذا باش ندركم في الإطار ديال السبق الصحفي أو السبق الإعلامي الخنز اللي سمعت فيما يخص على أنني
كتهضر على خصوصية ديال الإنسان. حتى إذا كنت أنت واحد الإنسان وبغيتي تدخل فيما يتعلق بعالم البوزيات أو جهل البز، فكر بأنك غدا من غدا غادي دير واحد الطفل أو غادي دير هاد الطفلة. تفكر بأن من مورا واحد الخمس سنين أو لست سنين أو من مورا واحد العشر سنين غادي يكون الطفل ديالك ولدك أو لبنتك اللي غادي يشوف، لأن الإنترنت ما تنساش للأسف، والإنترنت تجيب لنا ديما الخوابي اللي كانوا قدام. منين كتجي ولدك أو لبنتك وكيشوفك في سبق صحفي أو كيشوفك في حوار، تستنطق واش دخلتي بأمك ولا ما دخلتيش بأمك، واش خرجت السروال ولا ما خرجتش السروال. هذه بحال تجربة ديالي داخل واحد القناة التلفزية، من جابتني وحدة اللي تتقول لي واش يمكن لك دير الولاد ولا ما دير لكش الولاد، هي باش خرجت لفاموز كيستيون ديال واش تجربي. هي منين جبنا عائجة شنا اللي هي قامة علمية وثقافية وإنسانية وتراثية اللي كتعتمد على تاريخ وتراث المغرب، وأول امرأة سباقة في الحياة الجمعوية داخل المغرب عائشة الشنا الله يذكرها بخير، منين تجيبيها في برنامج صحفي وتقولي لها واش كنتي عزبة ولا ما كنتيش عزبة في ليلتك ديال العرس، واش خرجتي السروال ولا ما خرجتيش السروال في ليلتك ديال العرس. ما كنلومش كيف ما كنقولش علاش، قدر ما كنقول بأن كفانا من لغة الخشب، لأن منين كنلقى إنسان أو إنسانة أو شبه فلان أو شبه فلانة يسأل فلانا أو فلانة في حياته الشخصية، هذا لا يعني على أنك تقلب على البزاوز أو جه البز، مش توجه البز، وجه البز الخنز والطط وريحة الطلاويط، ما كتقلبش على البوز، إنما كتقلب على أنك تخرج لا فروستراسيون ديالك او لا تخرج الكبت الجنسي اللي كتعيش انت داخل الاخر. فيما يعني على انك الا كنت ومن غير المقابلات الاعلاميه، لانني لا يمكنني ان اقول عليها مقابلات صحفيه، من غير من كنقول مقابله اعلاميه او لا من كتكون تمع واحد الانسان وكتجي وحده وكتسولك ايوا ومازال هو هادير 10 سنين وانت مجوجه ياك ولا باس، علاش مازال ما درتيش وليدات، وراجلك شنو كيدير معاك، كينعسك هكا ولا كيقلبك هكا، ولا كيقلبك على جنبك ولا كيقلبك على كرشك ولا كيدير لك المخده على كرشك من كيجي ينعس معاك. هذه عرفيها بانها انسانه مكبوته كتقلب على انها تخوي كبتها داخل حياتك الخاصه، لأن ليس من الطبيعي وعمر ما كان من الطبيعي على أنك تسأل إنسان على حياته الخاصة. وحين أتكلم على الحياة الخاصة هي وش عندك مع الأولاد، وش عندك مع البنات، وش عندك مع الكلاب، وش عندك مع الطبات، وش عندك مع المعيز، وش عندك مع الفيران، وش كتنعس مع مراتك من اللور ولا كتنعس مع مراتك من القدام ولا كتنعس مع مراتك من الجناب ولا كدير لها المخدة فوق كرشها من كتكون تتنعس فوقها، وش كتوحوح من كتكون مع مراتك واش تتقول أح، واش نتيا تتقولي أح، واش كتفعلي أح، واش من كتكون ناعس مع مراتك واش تتقول لك قضي معايا غاروت وتغوت عليك وتقول لك قولي ارفع عليا التركة ولا كتقول لك ارفع عليا التركة. هذه كلها إلى عندما تسأل لإنسان آخر أو لإنسانة أخرى عرفك بأنك تعيش داخل حياة مكبوتة، وعليك إعادة النظر في تربيتك الجنسية، وعليك إعادة النظر فيما يخص من منظورك الجنسي. اليوم لست هنا وفدت هذه المرحلة هذه لأننا كان واحد الوقت كان واحد الحماس اللي هو خارج عن المألوف، وفي ما كانت يكون شي حاجة بحال كخصني نخرج ونهضر ولاني ما كانلاش الحقيقة، إنما ما كندمش عليها، كان طموح زايد على اللزوم اللي ما كانش نافع. إنما اليوم كنخرج لأنني أريد هاد الناس أو لهاد الفئة اللي كتابعني أو لهاد الناس اللي كيعرفوا هاد الفئة اللي كتابعني على أنكم تسألوا على ذاتكم، وتسألوا على مجموعة ديال التساؤلات اللي هي جوهرية فيما يخص جنسانيتكم. الكل يقول واش ما كاينش ما عندنا شي موضوع من غير هذا الموضوع ديال الجنسانيه او الجنسيه او لا ما غير ذلك. للاسف بالنسبه ليك اللي كتقول هذه الهضره هذه، جو سوي ميدسان سيكسولوغ اي بسيكوثيرابوت، دونك ما يمكنليش نجي عندك وغادي نقول لك انا سيكسولوغ وغادي نجي نهضر لك على الحلاقم. الا هضرت لك على الحلاقم هذيك غير خيريه مني، كنعطيك معلومه اللي هي زائده، اما صلب موضوعي وصلب مسيرتي اللي كانت داخل المغرب واليوم خارج المغرب هي التربية الجنسية من أجل هذا النشأ الصالح، ومن أجل هذا الإنسان أو هذا المواطن على أنه يكون إنسان اللي قادر على أنه يعيش جنسانية
اللي هي متوازنة داخل مجتمعي. لذلك اليوم فتني وعلى انني نجي نعاير وحده ولا نعاير وحده اخرى، حقاش ما كنبغي نعاير وحده ولا كنعاير وحده اخرى كنمشي لها ديريكت، ما كنعطيش انايا المعاني مع بعضياتهم. انما اليوم تنجي كنقول لكم بانه وجب على ان نعرف جنسانيتي ونعرف تربيتي الجنسيه. لو فات على انني كنعطيكم هذه الامثله هذه ماشي باش نقول له باش نضحكوا ولا نفعلوا ولا نتركوا، واش كتقولي اح ولا ما كتقوليش اح، واش كديري الفران واش ما كتعليش الفران، واش كديري الناقص واش خاشيه لداخل ولا خاشيه للور، ولا دايره ما بين فخاتك ولا دايره ما بين عينيك ولا دايره ما بين ودنيك ولا دايره ما بين شقفارك ولا دايره ما بين حجبانك، ولا كتلعبي به بفمك ولا كتلعبي به بسنانك ولا كتلعبي به بشعرك. هذه كلها اسئله التي لا تسال الى الاخر لسبب واضح وسبب اللي هو بين. عندما أعاني من الكبت الجنسي فإنني أسأل أسئلة خاصة متعلقة بالكبت الجنسي، وهذه مسألة اللي هي ضرورية واللي قلت لكم واللي افتتحت بها هذا اللايف هذا برحت بها من 2010، لأن وجب تمدرس أطفالنا قبل ما يدخلوا المدرسة أولا على يد العائلة، إنما العائلة البارة، لأن إذا كنت فاقد الشيء فلن تعطيه لأولادك. أب أو أم اللي ما كيفهمش ما معنى الجنسانية وكيفهم بأنه منين كنبغي ندير ولد أولا كندير من تراني كنعس مع مراتي ونضمن نايضين وحنا درنا وليدات، إلا ما كانش عندك تربية جنسانية أنت بالضبط ما يمكنكش تربي بها لأولادك. وكذلك التربية الجنسية داخل المدارس وداخل الجمعيات الغير الحكومية، وهذا شيء اللي هو مهم جدا. هذا ماشي برنامج انتخابي أو لا برنامج اللي كنجي نقول لكم عليه باش نتسمى بحالي خارج ما عرفتوا واش طنز ولا عرفتوا، لكن كنتوا كتنزوا تقولوا دوك صمد اللي هو وزير الصحة. كان لي الشرف على أنني نكون وزير الصحة، وكون بغيت نكون وزير كنت سديت فمي على بزاف ديال الحوايج، وكنت واحد الإنسان اللي هو منافق، وكراني مازال كندور معكم في المغرب. إنما اللي في قلبي في لساني في عقلي، وكان لي الشرف على انني اكون وزيرة ماشي غير الصحة، حاجة اخرى ولا تكون عندي حقيبة فيما يخص شي مسؤولية اللي هي كاينة. غير انما لست الانسان اللي هو المناسب في المكان المناسب. لذلك ما كان بسالات ديال علاش ما حطوش شي دوك سماد وزير، هذا خصو يكون وزير الصحه مع هاد وزيره السياحه ومع هاد وزيره التعاون مع وزيره ايتترا، ما كنعتبروش ضحك كيف ما كنعتبروش ابتزاز او لا ما كنعتبروش تنقيص من قيمتي، لان قيمتي اعرفها جيدا، درستها فهمتها وكونتها ومازلت نكونها. لذلك ما كيحركش فيا الساكن وجود كلام بحال هذا او لا كلام اللي هو قبلي او لا كلام اللي هو جانبي فيما يخص هذه القيمه ديالي كانسان والقيمه ديالي العلميه كدوك صمد اللي هو دوك صمد. وكنشد هذه البارونتيز غير لحقاش جات في اطار النكته اللي خرجتها واللي خرجوها شي ناس على قبل دوك صمد يقدم مشروع انتخابي لكي يصير وزيرا للصحه. لذلك اليوم كنقولها وكنعاودها عليكم، وهذه مسألة اللي هي ضرورية، وكنتكلم على الناس تبارك الله عليهم المتابعين ديالي واللي كنفتخر بهم كناس متابعين، واللي كنفتخر بهم على انهم اناس اللي هما السوخت دو لو، اي جو سوي تري رامي على ان هاد الناس يكونوا المتابعين ديالي داخل القناة ديالي ديال انستغرام او القناة ديالي ديال يوتيوب. من كنهضر على تربية جنسية يجب ان نتكلم على معرفة جسمكم الجنسي، وهذه مسألة اللي هي ضرورية اكبر واكثر حاجة خصكم تعلموها في حياتكم، هي انني نعرف شكون انا، شنو كنبغي، شنو توجهاتي، شنو ما كنبغيش، شنو كيديرونجيني، شنو ما كيديرونجينيش في علاقة جنسية، شنو ما كيديرونجينيش اللي نوصلو من نكون في علاقة جنسية مع الآخر. هذه هي التساؤلات اللي خصني نتساءل مع الآخر، ماشي واش كتخرج مع الكلاب ولا كتخرج مع المعيز أو لا كتخرج مع الجراد، لأن هذا السؤال هذا يعبر على كبت صاحبه اللي كيسألو، لحقاش داخله تساؤلات اللي هي وجدانية داخلية باطنية وجوهرية، للأسف ما كيلقاش لها الإجابة. ومني ما كنلقاش إجابة لهذه التساؤلات، ومني ما كنلقاش تفسير المجموعة ديال المترددات الجنسية اللي عندي لداخل ديال الذات ديالي، كنولي كنقلب على لا ديفونسيف أو كنقلب على أنني نأتاكي الآخر باش نحس براسي بأنني هو هذا. سيت اون بارونتيز اللي حليت واللي ما غنسدهاش الى الابد.
طونك انني ديما حي غادي تجبد هذه القضيه ديال التربيه الجنسيه. انما لطلب الله يجازيكم بخير، ما تنساوش بان انترنت ما كينساش، ما تنساوش بان ملي كتشجعوا وناس بحال هادو وملي كتخليوا ناس على انهم يخليوكم تستمعوا لمجموعه ديال مقابلات بحال هذه الطريقه، هذه ما فيهاش البزاوز، هذه فيها الشوهة. والشوهة ماشي حتى لصاحبهم، لحقاش كاينين الناس اللي ما بقى عندهم ما يخسروا، بحال الربح بحال الخساره. انما تفكر استاذ او لا استاذه، انت اللي كتجاوبي على اسئله بحال هذه، ان ممكن يكون عندك طفل او طفله غادي يكبروا داخل هذا المجتمع هذا، وغدا من غدا غادي يشوفوا هذا الانترفيو كيفاش غادي تكون بلاصتك كأم وبلاصتك كأب، ملي غادي نكونوا تنتسائلوا واش دخلت بك ليلة الدخلة أو لا ما دخلتش، واش خرجتي السروال أو لا ما خرجتيهش في ليلة الدخلة، واش كنت قادر على أنني نعس معاك أو لا ما نعسش معاك. وكنجاوبك على هذا السؤال هذا اللي ما عنده حتى شي علاقة بك وما عنده حتى شي أهمية لا لك لا للمجتمع المغربي، لأن دخلتي بها أو لا ما دخلتيش بها، نعستي معها أو لا ما نعستيش معها، خرجت السروال أو لا ما خرجتش السروال، قالت أح ولا ما قالتهاش، ما كتفيدني حتى شي حاجة داخل المجتمع ديالي. ليو فيلي كوا غادي ندوز للموضوع الثاني، لانه موضوع اساسي ومؤكد اللي هضرنا عليه وبلوتو اللي كيجوني عليه مجموعه ديال الاسئله، هي لا ديبرسيون او الاكتئاب. اخواني قبل ما تستعملوا كلمه الاكتئاب خصكم تعرفوا واحد الحاجه اساسيه ومهمه، الاكتئاب مرض، الاكتئاب ليس بحاله نفسيه، الاكتئاب ماشي بحال واحد الانسان ملي كيكون مثلا استيريك. شنو هذا الانسان الاستيريك؟ هذا الانسان الاستيريك هو واحد الانسان اللي كيجي مثلا كيعجبو يغوت، كتعجبها تبان او لا كيعجبو بان، خصو يكون في لو سونتر دانتيغي ديال طول الموند وكلشي يبدا يشوف فيها او لا كلشي يبدا يشوف فيها، خصو يكون واحد الانسان اللي هو واعر وخصك تحس به، وهذا الانسان هذا اللي هو اللي كيفهم ولا هي اللي كتفهم ايتترا. هذه مجموعة ديال الاضطرابات اللي عندها علاقة بشخصية الإنسان اللي ليست بمرضية. في بعض الحالات أو في غالبية الحالات لا بسيكوباتي كتكون أخطر من لا مرضي مونتال. علاش؟ لحقاش من كنكون أم بسيكوبات كنكون واحد الإنسان اللي كنقول وهذا هو طبيعي، هذه هي الطبيعة ديالي وهذه هي حياتي وأنا هكا، اللي بغاني هكا مرحبا، اللي ما بغانيش هكا ما مرحبتينش. لا أخي لا يا أختي، ما كاينش اللي بغاني هكا ياخذني واللي ما بغانيش هكا ما ياخذنيش، في حدود المعقول. لأن ملي كتكون كتعاني من بسيكوباتي أو لا كتعاني من اضطراب في شخصيتك الذاتية، هذا كيعني على أن عنده واحد الآثار اللي هي سلبية وجانبية على حياة المجتمع، واللي من ضمنهم هذه الفئه الناس اللي كنقول لكم اللي كيكون عندهم كبت جنسي واللي كيجيو كيبداو يتسائلوا مع ناس، شنو درتي مع راجلك البارح بالليل؟ كيقلبك هذا الراجل هذا بالليل؟ كينعس معاك هكا ولا كيفعل معاك بحال هكا؟ كي كيدير منين كيجي؟ واش كيغوت؟ واش هذه كتسمى اضطرابات نفسيه اللي كديرونجي الاخر. الا كنت فيك هذه الاضطرابات النفسيه وما كتسالنيش او لما كتسولنيش على حياتي، كتبقى حياتك اضطراباتك الجنسية أو الجسمانية أو النفسية اللي كتعيش بها داخل ذاتك، ما كتقيش حريتك الشخصية. أما منين كتولي كتقيس حريتي الشخصية وكتولي كتسولني أو كتولي مدخلني معك في مجموعة ديال المتاهات التعاملية أو المعاملاتية، فهاد الساعة لا يجوز لك، وخاصة بالنسبة للناس اللي كيكونوا كونفانكو وعندهم فراسهم بأنهم هم اللي عندهم الحق وانت اللي عندك الباطل. وشو سي كوم سا ابروندر او ليسي. كاين بعض المرات اللي كيدير هبل تربح، لحقاش اللي كيلقى عقلو اللي كيلقى راحتو في الحماق ما عنده ما يدير بالعقل، غير انما الا كنتي غادي تاديني به غادي نرد لك عقلك عاوتاني فوق راسك، لان ما عندكش الحق تجي دير عليا حماق. واللي ما عنده سيدو عنده لاله، كيف ما كنقولوا، الا كنتي انت قرع انا بوش نشوف، الا كنتي انت مسطي انا ممكن ندير معاك الحماق الكبير ديالك وليني غادي نردك عند الحد ديالك او عند الحدود ديالك. هادشي اش كنقول لكم بان لا بسيكوباتي بارفو اي لي بلو دونجوروز اي لي بلو غراف كو لا مالادي مونتال. علاش؟ لحقاش ملي كتكون عندي اون مالادي مونتال او ملي كيكون عندي مرض نفسي جونغ لا ديبرسيون جونغ اون سكيزوفريني جونغ اون
بالبولاريتي جونغ اون بيرسوناليتي بسيكومانياك كنكون كنعاني في صمت من كنكون كنعاني في صمت كنكون شاد همي وجالس معاه انا اللي كنحس به انا اللي عايش معاه انا اللي حاس به اكثر من الاخر الوغ كو من كنكون ان بسيكوبات كنكون كنادي حتى لونطوراج اللي عندنا وما اكثر البسيكوبات اللي كيكونوا دايرين بينا بسيكوبات هو كيف ما قلت لكم ديك لا بيرسون اللي كتكون هيستيريك لو بيرفير نارسيسيك لا بيرسون اللي كتكون بالنسبه ليها هي لا بيرسون اللي كتفهم كل شيء وهي لا بيرسون اللي عندها كل شيء في الحياه وهي اللي كدير كل شيء بالنسبه لكم هي ديك لا بيرسون اللي كتجي مثلا كتكون تدير شي حاجه اللي هي مزيانه وكتقول لكم واش فني علاش كندير شفتي نتوما فعال نتوما يا الكحفانين يا الفعلانين يا اللي ما عندكم يا اللي ما فاعلين ايتترا تو سا سي دي بروفيل دو بيرسوناليتي بسيكوباتيك كنقولها وكنعاودها لي بيرسوناليتي بسيكوباتيك اللي عندهم تخرخيره في الدماغ هما واحد الناس اللي طونك ما كياديونيش كيلفيف لوغ في بحال ما كيكون واحد الانسان الهوايه ديالو هو الكذوب الا كنت يا خويا فيك الهوايه ديالك كذوب كذب غير مني تجيش تأديني أنا بكذوب كما إلا كنتي كذاب كذاب مع راسك مارس هواياتك هاد الكذوب ديالك كيف ما بغيتي إنما ما تأدينيش طونك تتأديني ديك الساعة يفو غوميتر لي بوان سوغ لي زي كيف ما قلت لكم واللي ما عندو سيدو عندو لالا جو روفيان أن أوتر سوجي اللي هو لا مالادي دو لا ديبرسيون لا ديبرسيون إت أون مالادي المشكل الأساسي ديال هاد الإكتئاب شنو هو هي مشكل هرموني أو مشكل ديال إفراز مادة أساسية داخل الجسم ديالنا اللي هي لا سيروتونين السيروتونين هي الهرمون المبوق اللي كتبوق هي الكماية ديال ذاتنا هي الحشيش ديال ذاتنا هي المزاج على هضرة المصريين ديال ذاتنا منين كيكونوا فيها العلامات ديال الاكتئاب اللي كيفوتوا 3 شهور وكيكونوا متتاليين je peux asseoir le diagnostic de la dépression. Ou là, qu'il y a une dépression, elle est déclarée chez cette personne. Ou qu'il y a les signes, ou les symptômes de la dépression, ou qu'il y a تابتين المدة ديال 3 شهور وما فيها باس غادي نعاود لكم عاوتاني هاد لي سامبتوم ديال لي ديبرسيون ما كناش بزاف اولا كناس ايامتي كامله كناكل بزاف اولا عندي مشكل ديال لانوريكسي عندي مشكل ديال فقدان الامل في الحياه وفقدان اي رغبه على انني نوض ندير شي حاجه الحاله الرابعه هي ملي كيبداو عندي علامات اللي هي علامات جسمانيه سكون ابيل دي سيني كي سون corporel ou là des signes physiques en langage médical et les signes physiques en langage médical il y a quand tu constipation ben le marat quand tu as la diarrhée bzaf ben le marat tu as une ktafi ou mraoudi ou waymi darrni bzaf ben le marat tu as une msran essentiel اللي هو مشكرف dans la majorité des cas la colopathie fonctionnelle qui est le sebab ديالها aussi une dépression qui est insinuée ou une dépression profonde hadou hma li kansmiouhom les signes physiques العلامات الجسمانيه ديال هاد لا ديبرسيون ملي كيتوفروا فيها هاد العلامات هادو ماشي بالضروره يكونوا فيها جميعا وممكن يكونوا فيها جميعا لمده 3 شهور متتاليه لو دياغنوستيك ديال لا ديبرسيون ايتاسي ما كنتسناش تتجيني الرغبة في الانتحار أو لا أنني نزيد باش ننتحر باش ديك الساعة عاد غادي نقول تيان إيفا فالواغ كو جو فوا أن سبيسياليست ولا إيفا فالواغ أنني يمكن لي نمشي نداوي أو لا ندير شي حاجة دون سو كا دو فيغور إلي إمبوغتون على أنني نتداوى وهنا مربط الفرس الدواء ديال لا ديبرسيون اسمحوا لي je ne lis pas trop les commentaires parce que me concentrer معكم داخلين باش ينتقدوا في الدكتور غالبيه البنات فاهمين اش كيقول اللي بغى ينتقد ينتقد دو توت فاصون احنا مزيانين فيه لي بسيكوبات راه موجودين مرحبا بهم مرحبا بكم عندنا او موا اي على ريغور على انكم توصلوا لواحد الدرجه باش تفهموا بانكم راه خصكم تداووا وتداووا بالنسبه لنفسكم ما بالنسبه للاخرين راه كاين اللي تيحطكم عند حدكم واولهم عبد ربي اللي قدامكم منين كنجي للعلاج ديال لا ديبرسيون كيف ما كنقول لكم هنا مربط الفرس علاش كنقول لكم مربط الفرس لان قبل ما ناخذ علاج ديال لا ديبرسيون اناقشه مع طبيبي المختص بزاف ديال الناس
في لي كونسلطاسيون بريفي اللي كتعيطوا لي اي باي ذا واي بديت هاد السيمانه هادي مي كونسلطاسيون بريفي دونك باش تاخذوا رونديفو ديال لي كونسلطاسيون بريفي عندكم لو نيميرو واتساب كونسلطاسيون بريفي ال دور اون اور ساعه وكتخلص على هاد الساعه هادي اونتر بارونتيز الناس كتجي كتقول لي كتب لي فلان هاد الدواء اولا كتبات لي فلانه هاد الدواء اول حاجه غادي نمشي نجي نقول لك هي انني لا يمكنني ان انتقد فلان او فلانه في دوائي علاش لحقاش اليوم كنعلمكم واحد الحاجه اللي هي مهمه قبل ما تمشي عند الدكتور او الدكتوره فلانه لحقاش مزيان ولا لحقاش قالوا لي عليه مبشور او مبشوره فكر بانك منين كيكون عندك مرض نفسي راه العلاج شويه كيطول العلاج كيطول ما كيعنيش على انك تاخذ الدواء الى الابد ما عدا في حالات اللي كيكون ضروري اخذ الدواء الى الابد العلاج كيطول يعني على انك واحد الانسان اللي هو خصو يقرر مع الطبيب المختص ديالو واش غادي نعتمد في علاجي على علاج معاملاتي اولا غادي نعتمد على علاج كيميائي كيعتمد على العقاقير او على الادويه اولا غادي نعتمد عليهم بجوج اولا حتى واحد بحال من كنكونوا مثلا بورتور دو فيروس دو سيدا اولا من كنكون واحد الانسان اللي كنسميوه الانسان اللي هو سيرو بوزيتيف وما كيكون عنده واحد لو طو ديال لي سيديكات اولا ديال الكريات البيضاء اللي هو طالع ولا شارج فيرال اولا الكميه ديال الفيروس داخل الدم كتكون قليله جدا اولا ضئيله ما كنعطيوش الدواء لان كاينين الناس اللي حاملين الفيروس ديال السيدا وما كيشربوش الدواء هاد الناس هادو عايشين حاملين الفيروس ديال السيدا ما كيعاديوش نفسهم الا ما كيشربوش الدواء انا عطيتكم لو كا اكستريم غير باش تعرفوا بان ماشي طول لي كا ديال لي ديبرسيون اولا لي سيندروم ديبرسيف خاصهم علاج ليو يعني كوا اسمحوا لي يا الاخوان الغالبيه ديال الناس كياخذوا واحد الدواء اللي هو معروف نوتامون لا باروكسيتين او لا البروزاك وكلكم كتعرفوا هذا الدواء وكنظن على انكم غادي تيدونتيفيو في هذا الدواء بغيت نقول لكم واحد الحاجه اساسيه في الادويه ديال الاكتئاب او في الادويه النفسيه عندنا سكون ابل لي بسيكوتروب اللي كيداويو لي بسيكوز وعندنا لي بنزودياسيبين الخ ما ندخلش معكم في هذا المنظور اللي هو منظور كيميائي او لا شيميك غير عرفوا بان مثلا لو بروزاك او لا فلوكسيتين هي داخله في واحد لا كاتيجوري او لواحد القائمه اللي كنقولوا عليها لينيبيتور سيليكتيف دو لا ريكابتور دو لا سيروتونين ما معنى لينيبيتور سيليكتيف دو لا ريكابتور دو لا سيروتونين الخلية العصبية مع الخلية العصبية دايرين بحال هكا تماما بحال هاد القضية هادي هادي خلية عصبية وهادي خلية عصبية اللقاء ديال هاد جوج خليات هو اللي كيعطيني ما يسمى بالسينابس هاد اللقاء هذا ما بين الجوج فين كاين البواني ديالي وباني الاخر ما بين هاد الخلية وهاد الخلية هادي كاين واحد لوبريفيون ماشي لوبريفيون اللي كيسهل العلاج في العملية الجنسية لا لوبريفيون اللي كيوصل لو ميساج او اللي كيوصل العلامه اللي هي عصبيه سميتو سيروتونين هذا الدواء هذا اللي قلت لكم عليه ما كيخليش هذا السيروتونين على انه يضيع ما بين خليه وما بين خليه اخرى دونك كيكون عندي واحد القيمه ديال السيروتونين اولا ديال هذه الهرمونه هذه طالعه بزاف في الذات ديالي اللي كيخلي على ان الهرمون المبوق الاساسي ديال الذات ديالي كيكون عالي او طالع علاش هضرت لكم على لي زينيبيتور سبيسيفيك ولا بلوتو سيليكتيف دو لا ريكابتور دو لا سيروتونين لانه يستعمل بكثره لانه بارفوا لو ميديكامون جو دي بيان بارفوا الميديكامون الوحيد اللي كيخلي على انه يضعفكم ماشي كيغلطكم غير انما عنده مجموعه من الاثار السلبيه او الاثار الجانبيه اللي خصنا نعرفوها اللي من بينها مثلا الالكوليزم كاينين الناس اللي كياخذوا الفلوكسيتين اولا كياخذوا البروزاك كيوليو مدمنين اكثر على الكحول اللي من بينها ممكن يكون عندي مشكل اللي هو في لي غان ديالي اولا في الكلاوي ديالي لحقاش بلوس دو
75% ديال ليليمناسيون ديال هاد الميديكامون هذا كيتقام عن طريق او كيكون عن طريق الكلوه و بلوس دو 15% او 25% كيكون عن طريق الكبد. دونك ممكن تكون عندي اضطرابات داخل الجهاز التبولي ولا سكون ابل لا بولاكيوري. ممكن يكون عندي اضطرابات ديال النظر. Je peux avoir ce qu'on appelle une photophobie ou une photosynthèse. كيف ما ممكن نظري هبط ليا؟ كيف ما ممكن يكون عندي ميدرياز؟ يعني المومو ديال العين كيوسع. ممكن يكون عندي كذلك مشكل في الجهاز الهضمي لحقاش كيمكن ياتاكي ليا المعده. كيف ما ممكن ياتاكي ليا المصارن. ممكن يكون عندي ان بروبليم ديال الهشاشه ديال العظام دون دي كا كي سون اكستريم. وهذه كلها اثار جانبيه اللي كيمكن يعطيكم هذا الدواء اللي هو لينيبيتور دو لا ريكابتور ديال لا سيروتونين. علاش كنقول لكم هذه الاثار الجانبيه اللي ماشي بالضروره القصوى او لا 100% كتكون عند جميع الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل هذا. ممكن تجي الناس كيف ما ممكن يجي قليل عند مجموعه ديال الناس. لان قبل ما تاخذ الدواء عرف راسك بان المده العلاج ديالو غادي يكون شويه طويل. ثانيا عرف بان كل دواء عنده اثار جانبيه. ثالثا عرف بان الدواء بوحدو في غالبيه الاحيان ما كيداويش مرض الاكتئاب. وهذه مساله خصكم تعرفوها دائما. ماشي كنقول لكم الدواء بوحدو ما كيداويش مرض الاكتئاب تنقول لكم ونوضوا تمشيو تسببوا عند الكوراري ولا تمشيو تسببوا عند الشوافه فلانه ولا تسببوا عند الفقيه فلانه ولا تمشيو تكويو على بوزلهم ولا تكويو على مراودكم. غلط. يعني خص يكون دائما جانب الدواء الكيميائي او الدواء ديال العقاقير يكون عندي كذلك واحد الدواء اللي هو علاجي او لا معاملاتي. هادي منين كنقرر ناخذ العقاقير او منين كنقرر ناخذ الدواء مع الطبيب ديالي. جي توجور لو شوا. عندي دائما الاختيار باش نيغوسي على صحتي. اليوم عندك الاختيار على انك تتشوف فلانه وفرتلانه وكتشوف مسيو خوبيت ومدام خوبيته ومسيو خانز ومدام خانزه ومسيو قرطاس مع مدام قرطاسه. لحقاش كدور عندك لا بوسيبيليتي. كيف ما كدور من قناه لقناه اخرى وكيف ما كتمشي من لايف لايف واحد اخر وكيف ما كتسمع لهذا وما تسمعش لاخر. عندك اكثر وعندك انت اكثر القابليه وعندك الحريه على انك تختاري شنو هي الطريقه المثلى باش يمكن لك تداوي نفسك. اي سا سي اون شوز امبورطونت. الا بغيتي تكوني واحد الانسانه او لا تكون واحد الانسان اللي عنده قيمه ذاتيه وفعلا يحترم ذاته ومتصالح مع هذا هو التصالح مع الذات. ماشي كندير عكاز زرق وندير صباغك حلا ونقول هذا هو التصالح مع الذات. هذه مساله اللي هي جانبيه ديال التصالح مع الذات. انما قبل ما تتصالح مع ذاتك ودير عكاز زرق ودير صباغك حلا ودير الشعر زرق اللي هي مسألة الأخيرة ديال التصالح مع الذات، خص تكون عندك صحة جيدة اللي كتمتع بها باش يمكن لك تزيد للقدام باش تصالح مع ذاتك أو لا تقتلها أو لا تدير بها شي مصيبة كحلها. قبل أخذ أي دواء فيما يخص العلاج النفسي وأخص بالذكر خاصة مرض الاكتئاب، لحقاش كلشي ولا كيهضر على الاكتئاب، كلشي تيبكي سيمانه او يبكي جوج ولا ماشي هو هذاك غادي تيقول لك انا في اكتئاب انا مريضه ايتترا. اليوم ما عندكمش حق تقولوا لي انكم فيكم اكتئاب من مورا سيمانه ديال ليسين. لحقاش عارفين وقال لكم دوك صامد بان الاكتئاب كيجيني من مورا ثلاثه ديال الشهور اللي كيكونوا ديال العلامات اللي هضر لي عليهم دوك صامد. هنا كنيغوسي على صحتي مع الطبيب المختص ديالي وكيفاش يمكن لي نعالج هذا المرض هذا مع الطبيب ديالي. tu es d'accord hein Léo tu es d'accord il est d'accord bravo. كنتمنى على ان الميساج يكون وصل. كنوعدكم وعد حق على اننا غادي نحاولوا ولو نديروا ولو ربع ساعه في النهار، مي غادي نطلع لكم ان شاء الله كل يوم
في هاد اللايفات، لان نشت راسي بان هاد السوشيال ميديا ولات عامره غير بمن هب ودب. الدنيا الدنيا ولات مخلطه. انا قلت لكم جوطيه بلا دلال، لا فيغيتي جوطيه بلا دلال، اي لا حول ولا قوه الا بالله فيها. وغادي نتلاقاو غدا ان شاء الله، وعد حق، في نفس المحطة بنفس التوقيت، باش نهضروا عاوتاني على موضوع آخر إن شاء الله بحول الله. كنتمنى لكم ليلة سعيدة. encore une fois pour toutes vos commandes, les commandes ديال لي برودوي ديال القذف السريع، أولا لي برودوي ديال تقوية عضلات القضيب، أولا لي برودوي ديال التشنج المهبلي، أولا لي برودوي دو بوتي، أولا لي كونسلطاسيون، عندكم نمرة وحدة ديال الواتساب 00 39 366 9 9 9 40 55. كنتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.